الرضا والقناعة بالوظيفة ولا التطور بالوظائف الأحسن؟ الحقيقة دي معضلة كتير جدا بيعاني منها. يقول لك أنا قدامي العديد من الوظائف، بس أنا الشغلانة اللي أنا قاعد فيها بقالي 10 سنين، أروح ليه؟ أمشي ليه؟ وبعدين لما تيجي هو حابب إنه ينتقل، تلاقي ناس تقول له يعني أنت سايب شغلانتك، يعني أنت بتتنمرض عليها، يعني أنت مش حابب إنك تشتغلها، يعني أنت. الحقيقة إن الموضوع أبسط وأخف بكتير جدا من كل الكلام ده كله. الموضوع إنه حتى وأنت بتنتقل إلى مكان آخر، ده لا يضرب في الرضا أو القناعة بتاعتك. ده حاجة بسيطة جدا جدا جدا، إنك حابب يكون عندك نوع من أنواع التفاؤل والانتقال إلى شيء أفضل. مش حاجة معيبة أبدا إنك يكون عندك طموح، مش حاجة معيبة أبدا إنك يكون عندك جزء من النظر إلى المستقبل، ولكن ده لا يتعارض مع فكرة القناعة والرضا. الحقيقة القناعة والرضا حاجة مختلفة شوية عن فكرة الطموح، الاتنين مش معناهم واحد. طب امتى يكون الطموح مضاد للرضا؟ لما تبقى انت قاعد دلوقتي في شغلانة، وربنا ان شاء الله يكرمك بشغلانة احسن، بس قاعد قرفان. ايه القرف ده اللي انا قاعد شغال فيه؟ ايه ده اللي انا، هو ده مرتب اللي احنا بناخده؟ هو ده معرفش ايه؟ لا، هنا ما بيكونش طموح، هنا بيكون سخط على النعمة اللي ربنا مديها لك في الوقت الحالي. الطموح مختلف، الطموح يقول لك ايه؟ الحمد لله على الشغلة اللي انا فيها، بس ان شاء الله ربنا يكرمني بشغلانة افضل. شايفين الفرق؟ فرق دقيق جدا جدا، والحقيقة كتير جدا مش بيعرف يظبطه. في فرق مهم وواضح جدا ما بين السخط وما بين الرضا وما بين الطموح. أتمنى الفيديو ده يكون وضح لكم الفرق، فبعد كده انت احكم على نفسك، يا ترى أنا معترض على شغلانتي وبناقم منها وغضبان منها وبتمنى الأفضل، ولا أنا قاعد شخص حقود ومتضايق وقرفان، وإيه القرف ده؟ وإيه اللي إحنا عايشين فيه؟ وإيه ده؟ وإيه؟ تبقى أنت عارف بالظبط أنت فين من كل التلاتة دول.